أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أبنائك وإخوانك وصحبك المستشهدين معك، سلام الله وصلواته عليك يا غريب كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا سادتي نكون غدا مع قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما. تجاوبنا بالإرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ، نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفسين. أسارى هوى ماض وآخر آتي، ألم تر للأيام ما جر جورها على الناس من نقص وطول شتاتي، ومن دول المستهترين ومن غدا بهم طالبا للنور في الظلمات، فكيف ومن أنى يطلب زلفة إلى الله، فكيف ومن أنى يطلب زلفة إلى الله بعد الصوم والصلوات، سوى حب أبناء النبي ورهطه وبغض بني الزرقاء والعبلات وهند، وما أدى السمية وابنها وهند وما أدى السمية وابنها أولي الكفر في الإسلام والفجرات، هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه ومحكمه بالزور والشبهات، ولو قلدوها الموصى إليه لزمت بمأمون على العثرات. أخي خاتم الرسل المصفى من القضاء ومفترس الأبطال في الغمرات، إلى الله أشكو لوعة، إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، واللعنة الدائمة أبد الآبدين على من ظلم محمد وآل محمد أبد الآبدين. قال المولى العظيم في محكم كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا ذكره، وكما قلنا في محاضرات سبقت، يبدأ بتربية الأمة، لأنه بحقيقة الأمر إرسال الرسل وبعثة الأنبياء أصل هي لمن؟ للتربية. والتربية ما هي؟ يعني الإرجاع
إلى طريق الهداية، الصلاح، الرشاد، الأخوة، وإلا لا يمكن أن يكون هنالك رسول وهنالك نبي بل وهنالك مهدي، والأمة مستقيمة وعلى الطريق الصحيحة، وهنالك من يدعو للحق، وهنالك فئة ثابتة على الحق. بل يجب أن يكون الظهور وحتى النبي المرسل، يجب أن يكون الدين الذي سبقه قد انحرف بأجمعه إلا من ثلة قليلة، وهذه الثلة القليلة ليس بيدها القرار أصلا، ولا يؤبه بها ولا يؤخذ بكلامها، فيبقى الناس بلا حجة. وهنا يكون الواجب على الله عز وجل أن يرسل الحجة. ما هي الحجة؟ هي النبي. وإذا لم يكن هنالك نبي فوصي. الآن في أيامنا هذه يكون الحجة لله والمصلح الأكبر والمرشد الأعظم والمقوم للإعوجاج الذي حدث في شرخ في بنية الإسلام الأساسية قائم على محمد عبد الله فرج الشريف. متى يكون؟ عندما يكون الانحراف تاما وتكون الفتنة الطامة المدلهمة العمياء الظلماء التي ليس منها مخرج، فيأتي ليجد المخرج. لاحظ هنا يبدأ القرآن الكريم بأسلوب جميل، أسلوب أقرب إلى العتاب. ألم يئن كلمة هكذا يقول: أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الناس من يعتقد بالوحدانية، أليس من الصحيح أن يكون هنالك مع ذكري الله عز وجل، يقول مع ذكري، أن يكون هنالك الإنسان يكون الذكري مع الخشوع ولا يكون مع سهو النفس أو غفلتها أو عدم الاقتراب. جميعا نحن ننظر، والكثير هو موجود الآن في الساحة وما أكثره في هذه الأيام، الكثير يصلي ولا يعرف كم صلى، ويصلي ويقول الله أكبر وفي تصرفاته الله جدا أصغر، هذا واقع. فهنا كأنما المولى العظيم جل وعلا ذكره يوضح لنا في الشيء، لكن ما هو بكيف يوضح؟ إخوان، إحنا عندما نقرأ القرآن، عندما نقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام، ترى أساس هذا القرآن وأصل وجود المعصومين عليهم السلام الهدايتنا، حتى من خلالهم نأخذ الطريق الصحيح، يكون الإرشاد. فعندما نقرأ القرآن وعندما نقرأ الرواية ولا نتعظ ولا نعتبر ولا نتخذ منها طريقا، ما فائدة القرآن وما فائدة الروايات؟ يعني عندما مثلا نقرأ يوم ما أدري الجماعة جوهم حار ما أعرف ليش، عندما نقرأ يوم القيامة الله عز وجل أو الملائكة المنكرين بالحساب يقول: أيها المؤمن اقرأ وارقع، يعني اقرأ وارتفع. إيش قد تقرأ من القرآن؟ أنت قد 10 آيات راح ترتفع، 10 مرقات أو 10 بايات، 10 درجات. هذه القراءة، القراءة بمجردها، لو القراءة التي اقترنت بالعمل الصالح، بالفعل الصحيح، بالعمل الذي يطابق الشريعة، هكذا يجب أن يكون التفكير، هكذا يجب أن يكون الإنسان متعظ معتبر عندما يقرأ القرآن. علي أن يتعظ، علي أن يعتبر، علي أن يعرف ماذا يريد الله جل وعلا ذكره من قراءة من هذه الآية. ألاحظ والأسلوب ألمي، أسلوب من الله، من الخالق العظيم، عتب عتب للمؤمنين. كثير منا، نحن الذي ندعي الإيمان الإسلام وآلاء البيت عليهم السلام، عندما يخطئ معنا شخص نتوجه إليه بالكلمات الجارحة والألفاظ السمجة، والله سبحانه وتعالى هنا يخاطب مع وجود المعصية مع وجود الانحراف. ألم يئن، أسلوب عتاب لطيف جميل حلو، شيل الله عز وجل يدي وصل صورة، يقول يا أبت من تعاتب لك واحد، تريد تقول للشخص المقابل غلطت بحقي، خلي كل الكلمات مالتك تقاها قبل ما تجي، جيبها حلوة جميلة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شنو؟ كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، نسمعها بس ما نطبقها. ليش؟
ذنوب سابقة، عمل، نسأل الله التوفيق. النتيجة يبدأ القرآن الكريم بهذه الآية باسلوب عتابي مع المؤمنين: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، من القرآن ما نزل من الحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل من الحق في حق أمير المؤمنين عليه السلام، ما نزل من الحق في حق الصحابة الصادقين الصالحين، ما نزل من الحق بحق أئمة الهدى من آل محمد، ما نزل من الحق في إعطاء حق المؤمن في دفع الضرر عن المؤمن، كل هذه محسوبة. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لاحظ هاي صورة إخوان، إحنا نجينا حتى نأخذ شيء لا الأمامك أفهم ولا أعلم، لا، لكن بعض الأحيان عندما يكون هالشخص هذا يتعلق الله سبحانه وتعالى يساعده، وربما من يزيل تنتهي الموضوع، ينتهي يعني. إذن القضية أنتم البركة بوجودكم، بوجودكم هذا، ربما المحاضر من يعطي درس الله عز وجل يغدق عليه بعض الأمور. لاحظ يقول: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم بعد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لاحظ كأنما يوضح لنا في الصورة جديدة، ما هي الصورة؟ يقول: من كان سبق من سبقكم من أهل الكتاب، من النصارى، من المسيح، من غيرهم، من الملل والنحل، من آدم وإلى الآن، أو من نوح عليه السلام وإلى الآن، كثير من الديانات هذول ليش انحرفوا؟ أساسا الله عز وجل أرسل لهم نبي حتى يعرفهم وحتى يهديهم، أنزل عليه الكتاب ووضع، أتت الصحف لفلان، وأتى الإنجيل لنبي، وأتى التوراة لنبي، وأتت كل كتب الله عز وجل أتت للهداية. جيد، لماذا انحرف الناس بعد أن جاءهم كتاب الله ونبي الله وكلام الله وتوجيه الله وإرشاد الله ودين الله فيما بينهم؟ لماذا انحرفوا؟ يريد يوضح لنا، يقول: مع طول الأمد تقسى القلوب. هذا يعني إذا عندما أقول عليه قانون ممكن، هسه القانون وإن كان استحال النقض لكن هو يعني حسب وجوده، القانون يستحيل نقضه حسب الوجود وإن نقض، لكن هو هذا القانون لا ينقض، النظرية تنقض. نعم، لاحظ يقول: طال الأمد فقست قلوبه. طال أمد مدة فترة، طالت سنة ومية وعشرين وألف وأكثر وأقل، قست القلوب. إذن قساوة القلوب مع طول الأمد. جيد، إذن أكو عندنا مع طول الأمد تقسى القلوب. ما الذي يجعل الإنسان تطول المدة؟ المدة ثابتة، لا بد أن تطول، وهذا ثابت في علم الله عز وجل إلى قيام يوم الدين. ما الذي يجعل الإنسان ياخذ حذره بأن لا يغسو قلبه مع طول المدة ونحن فارغون من طوال المدة؟ يعني هي آتية لا محالة، ماذا نفعل؟ علينا أن نكون دائما أن نكون مؤمنين حقيقيين. عندما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم ماله وعرضه ودمه، مو شيء هذا الروايات عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زين، هاي لا إله إلا الله محمد رسول الله، قول باللسان والعمل بالأركان شلون صار؟ إذا كان كلامنا وتوجهنا هو طبعا أغلب الإنسانية وأغلب البشرية وأغلب الوجود إلى الآن هو هذا الإنسان يتلفظ بما لا يوجد احتقاد قلبي، وإلا عن هاي المعارك التي جرت مع علي بن أبي طالب عليه السلام مع وجود القرآن الذي يوضح أفضلية وقدم علي بن أبي طالب عليه السلام على غيره. من كان يقاتله ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحسين عليه السلام في أرض كربلاء من قاتله وقتله ماذا يقول؟ اقتلوا الخارجي، والحسين قتل بسيف جده، مو يعني. ولذلك إمام المتقين عليه السلام يقول: إنما سميت الشبهة شبهة لأنه أخذ ضغط من الباطل مزج بضغط من الحق فاشتبه الأمر على الناس وانتهت القضية. لو كان فقط الباطل واضح على حده ليس معه حق، الكل يقول باطل يا بطل حق، كلام هذا باطل ومرفوض ومن قبله، لكن عندما مزج مع الحق صار الأمر هنا مشوش.
صار ممكن أن تعمل، صار ممكن أن يكون يزيد أمير المؤمنين ويخرج ممن يدعي الإسلام ومن يدعي على أنه أستاذ ومن يدعي العلم، يقول إن بيعت يزيد ابن معاوية بيعة شرعية. يا بشلون شرعية؟ يقول لأن بعض الصحابة بايعوه. عمي هي بس الصحبة تعني القدسية والعصمة، فقط الصحبة. الله عز وجل يصرح الذين آمنوا منهم محمد رسول الله والذين، إلى أن يقول للذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، منهم مود العد تبعيض. وبالتالي نهالك الصحابة هو أنا بحضلك، قال منهم لم يكن جميعهم. فعندما بايع صحابي بايع يزيد بالإكراه بالقوة بالإغراء بأمور أخرى بالضغط المتعدد الأشكال والأنواع والحجم، وبايع صارت هذه نتيجة نهائية على صحة خلافة يزيد وأن خلافته شرعية. لماذا يكون الإنسان أما يكون أعمى؟ وانت هذاك واحد دخل على أمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين أنا أحبك، قال له جيد تحبني جيد، قال له بس أنا أحب معاوية، قال له أنت الآن أعور، فأما يمن الله عليك ويجعلك مبصرا بكلتا عينيك أو يعميك وتنتهي القضية. إحنا لماذا نكون بعين واحدة ننظر؟ هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب عليه السلام، ألم تكن بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام شرعية؟ ألم يكن الصحابة من بايعوا علي بن أبي طالب؟ إذا لماذا نعتبر من خرج على علي بن أبي طالب مسلم كامل الإسلام والإيمان، ومن يخرج على يزيد قتل بالسيف جدة؟ أي دينين وأي إسلامين وأي قرآن تستندون إليه وأي توجه تتوجهون إليه؟ حتى أنه خارج الأخلاق، خارج العرف، عرف 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 مع العرب، عرفنا الدين وخرج من يزيد وغير يزيد. لكن أنت الآن تدعي تعلم والعلم، كل موضوع بتقييمك، كل موضوع حقيقي أمام الناس أمام مجتمع، أنت مو ناس قاعد تسمعك، احترم عقلك. يزيد يشرب الخمر ويلعب بالقرود ويضرب الطنبور ويفعل كذا ويغني وكذا وكذا وكذا، بيعته حقيقية. والحسين عليه السلام الذي خرج ليرفض الظلم والظالمين والفسق والمجون خارج على إمام زمانه، ومن إمام زمانه؟ يزيد. لاحظ هذا التقييم، هي هاي الإنسانية، طال الأمد قست قلوبهم. وإلا هذا لو لم يكن قد طال عليه الأمد دون أن يكون لديه علم حقيقي يستند إليه، دون أن يكون له تفكير حقيقي بالقرآن، هذا أوصله إلى هذه المهاوي، مهاوي الردى. فلاحظ، فكأنما الله جل وعلا ذكره يحذرنا من أمر قادم، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فيا مسلمين يا مؤمنين يا أناس، أيها يا من تسمع يا من تقرأ القرآن، ترى مع طول الأمد تقسى القلوب، فبماذا نفعل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلتجي أو ينظر إلى أحد الصحابة فيقول يا هذا قادم إليكم الفتن كقطع الليل المظلم، يقول له الصحابي ماذا نفعل؟ قال عليك بعلي بن أبي طالب، هذا المنجي، هذا المنجي، هذا الموفق. الآن لو نرجع علي بن أبي طالب ماذا يعني عندما نحتج على البقية ونقول فلان وفلان الأول والثاني والثالث، كل هؤلاء ظالمون ومنحرفون وقد أخذوا الخلافة بغير حق، وهذا واقع وحق بنص القرآن، بنص القرآن، تمام ما بيفيد إشكال. لكن ما هي الخصيصة التي جعلت إمام المتقين أفضل من غيره ومقدم على غيره؟ ما هي الخصيصة؟ ممكن نعرفها؟ يعني فقط لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واسم علي بن أبي طالب انتهت؟ ونترك مثل وتعيها أذن واعية، ففتح لي رسول الله ألف باب يفتح وأعطاني ألف باب، من كل باب يفتح لي ألف باب أو ألف ألف باب، معناها شنو؟ معناها يعني طفت قاعدة، هي واضحة بالقرآن.
أما يهدي الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. لاحظ ياخذ خصيصة العلم. احنا يقول من تقدم المجلس ولم يكن له القدرة على جواب كل سؤال فهو أحمق. الآن علي بن أبي طالب عليه السلام عندما توجه له الكلام وصار مقدم وكل من تقدم عليه فهو ظالم له. ما أخذ خصيصية، أي خصيصية؟ خصيصية العلم، وإلا لا قرابة بين الله عز وجل وبين أحد أبدا. إنما أساس الأمور وأساس الوجود العلم، العلم به بعث الأنبياء وبه اصطفى الله الأوصياء وبه اصطفى الله محمد وآل محمد على الخلق أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن خصيصة العلم هي المنظورة مع القدسية والاحترام والتبجيل لشخصية إمام المتقين، لكن ليس كشخص، كشخص شخص لشخص لجسم لبدن، إنما شخص لعلم. ولذلك عندما كان الخلفاء بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يحرجون بالأسئلة يقول هذه ليس لها إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن مقدم لعلمه. إذن ممكن نأخذ أيضا من هذه الخصيصة على أنه يجب أن يكون الملجأ ويجب أن يكون المنجي من قسوة القلب أن يكون الالتجاء لمن هو أعلم، لمن هو أفقه، لمن هو أقدر على فهم الشريعة واستنباط أحكامها. الآن ربما يسأل سؤال، كيف لأن الآية بدت بالخشوع، كيف يمكن للإنسان أن يزيد خشوعه؟ كيف يكون الخشوع؟ كيف يكون؟ لأنه ربما يكون فد مفهوم، مفهوم عام أو مصطلح هو إنسان ما يعرف. أنا شو أسوي بالله على حتى أستطيع أن أجعل نفسي أو قلبي خاشعا في صلاتي؟ طبعا قضية الصلاة من لم تأمره صلاته وتنهاه فهو شنو؟ فلمسح بها سبالته. إذن أساس الصلاة يعني شنو؟ فد أمر آخر. الصلاة المطلوبة شيء آخر. فما هي الأمور التي تجعل الإنسان خاشعا؟ بعض العلماء، بعض المفسرين، بعض علماء الأخلاق أو ربما حتى الأغلب يقول يجب حتى نجعل القلب خاشع، يجب أن يكون الإيمان حقيقي، يجب أن يكون الإيمان صادق مع الإنسان. الإنسان عندما يقول آمنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يكون صادق. من أين يأتي الصدق؟ وأقصد بالصدق التصديق، يأتي من خلال إثبات كل شيء بالبرهان. ربما الآن أيضا واحد يسأل يقول ليس جميع الناس لها القدرة على الإثبات أو إثبات الإيمان بالبرهان، ما عنده قدرة. لكن يكون الجواب كما سئلت تلك العجوز أو ذلك الرجل الذي هو في الصحراء، فسئل كيف استدليت على ربك؟ قال البعرة تدل على البعير والأثار يدر على المسير، هذه سماء مرفوعة ونجوم لا تدل على العزيز اللطيف أو على العزيز الخبير أو على الخالق العظيم. جيد، يعني هذا إنسان بسيط وعلى قده استدل على الله عز وجل بأشياء بسيطة. فإذا صار الاستدلال أو صار الإيمان الحقيقي، لأنه إخوان يعني حقيقة إحنا نجعل يعني أيام عاشوراء ونهضة الإمام الحسين عليه السلام، هاي النهضة المقدسة نجعلها في الطريق للإيمان للمعرفة. لأن الحسين عليه السلام خرج وظهر ضد الفساد، ضد الظلم، ضد الضلال، لمن؟ حتى يجعلنا كمؤمنين، حتى ينهي الخط المنحرف. بماذا ننهي الخط المنحرف؟ بالإيمان الحقيقي، بهذه المحاضرات التي منها نتوخى أن نصل إلى شيء. لاحظ، فكيف يكون الإيمان بهذا الطريق؟ وكل حسب قدرته وإمكانيته يكون مؤمن يستدل على الله عز وجل. فإذا لم يكن قادرا بالبراهين التي هي عقلية وعليا وصعبة على الإنسان، ممكن بهذه الأمور البسيطة يستدل على وجود الله عز وجل، على الخالق العظيم. يتفكر الآن
لو أي واحد منا يأتي بشيء من التراب، شيء من التراب، بلاحظ خصائص التراب. لو الآن أي مختبر تأخذ له حفنة من التراب، قليل من التراب، قل له حلله وخذ من جسمك لحمة من جسمك وقل له حللها، راح يجد نفس النسب الموجودة في التراب موجودة من جسمك. إذا النتيجة أنت مخلوق من التراب. هذا الإنسان، هذا الكائن اللي لا يمكن الآن، هاي الدول اللي وصلت إلى أن تسير فضائيات وسفن فضائية تسخر الجو تعمل كل شيء، لكن ليس لها قدرة أن تصنع جناح بعوضة، جناح بعوضة. أرادوا أن يصنعون أو كان في تفكير على أن نصنع حاسوب بقدر العقل، بس العقل هو يعني ظاهر أقل الكيلوغرام. يقول صارت الحاجة إذا أردنا أن نصنع حاسوب يعمل بعمل العقل، هذا العقل يجب أن نصنع حاسوب بقدر الكرة الأرضية حتى نستطيع أن نحصل على عقل موجه بالحاسوب يعمل عمل العقل. لاحظ طبعا النتيجة، هذا العقل الذي يعمل لابد أن يكون موجه، لابد أن يكون مبرمج، ولا كيف يعمل؟ لأن الإنسان الآن يعمل بواسطة الحياة الموهوبة من الخالق العظيم. أنت ما عندك قدرة تهب الحاسوب حياة، ماذا تهب للحاسوب؟ تبرمجه للحاسوب وممكن أن يعمل لك عمل العقل، لكن بالبرمجة من عمل البرمجة؟ الإنسان. النتيجة إذا لا يستطيع أن يصنع إنسان شيء مستقل متحرك ذاتيا وله القدرة على العمل والحركة والتفكير بدون تدخل الإنسان، صحيح؟ جيد. نفس هاي القبضة من التراب، لو نأتي لجوهرة الآن كجواهر تقدر ملايين الدولارات، لو نأتي للجوهرة ونحللها ونحلل التراب نجد أن الجوهرة هذه خلقت من تراب. لو نرجع شيء آخر، نريد نصير مؤمنين حتى نعرف أنه أكو خالق والخالق حكيم. إخوان عندما أرادوا أن يبحثوا قضية المجرات، قضية الكواكب مع تطور العلم، يعني بالنصف الثاني من القرن الماضي مع تطور العلم، أنتم تعرفون يعني حتى على مستوى المتوسط يمكن يعرف أنه أكو عندنا بالذرات الذرة أصغر دقيقة عنصر، لكن هاي الذرة تحتوي على أجزاء، يقول أكو نواة شحنتها موجبة مع يعني بعض هنالك من هي شحنتها متعادلة، لكن نأخذ فقط هاي، يقول هنالك نواة شحنتها موجبة وهنالك إلكترونات تدور بمدارات دائرية حول النواة وشحنة هذه الإلكترونات سالبة، يعني عبارة عن طاقة. طبعا أكو سالب وأكو موجب، والمفروض الآن يقول أكو سالب وأكو موجب، إذن شو يصير؟ التجاذب، تنتهي القضية. لا، حركة الإلكترون شو تسوي عندنا؟ طرد مركزي بين النواة وبين حركة الإلكترون فيستقر في مداره. لاحظ قاسوا المسافة، طبعا الذرات حسب العدد الذري، مرة لديها مدار واحد، مدارين، ثلاثة، يعني بي ودي واف اضافة للاس وال. لاحظ يقول المسافة بين النواة والمدار الأول، مسافة بين النواة والمدار الأول تساوي نفس الحالة أو نفس المسافة، المسافة بين النواة التي هي الشمس والمدار الأول النجم الفلاني مثلا، نسبة للحجم، نفس المسافة نسبة للحجم. يعني عندما نقول الإلكترون حجمه 1/10^-31 جرام، تحسبه بهالشكل هذا، فالمسافة التي تقسها بالباي باي مايكرو هنا قيسها بعد مليارات الكيلوات أو ملايين الكيلوات بالنسبة للحجم. لاحظ اللي صنع مجرات تحمل نفس مواصفات أصغر دقيقة بالأرض وجعل هذه المجرة بأكبر عبارة عن نواة وهذه مدارات، كأنما مثلا المريخ مدار أول،
الزهرة مدار ثاني، نبتون مدار ثالث، وهكذا. وهذه كلها يكون لديها دائريا حول الشمس. عندما يفكر الإنسان المتمكن، عندما يفكر ويصل إلى هذا التفكير، أليس يكون مؤمنا حقيقيا ويزيد في إيمانه؟ ألا يجعل من ذلك الإنسان أن يكون مؤمنا حقيقيا بأنه اطلع على أنه الخالق عظيم؟ إذا اطلع وعرف أن الخالق عظيم خشع قلبه. لاحظ، ممكن أيضا الإنسان من خلال وجوده أن يجعل عظمة لله، عظمة، أجعل عظمة، يعني أنا أبدأ أصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الله أكبر. بعض الأحيان أنا أسمع الأخوة يعني عندما يقول الله أكبر رأسا بسم الله الرحمن الرحيم، لا، أكو فترة توقف بين الله أكبر تستقر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يجوز. أنت الله أكبر هسه هاي شيء عرضي. لاحظ، عندما تقول الله أكبر يجب أن تكون كما قال زين العابدين عليه السلام، عندما سأله شخص من خدمه أو من كان حاضر، قاله يا مولاي أراك تصفار ويتغير لونك عندما تتوضأ وتقوم إلى الصلاة، قال أو تعلم من أناجي ملك السماوات والأرضين وكيف لا يصفر لوني وترعى جوارحي. لاحظ، فاجعل عظمة، عظمة لله، أنا أناجي من؟ أناجي الله العظيم، أناجي هذا الخالق الكبير، هذا المتفضل، هذا المعطي. وبما أنه نحن في الحياة وفي الدنيا ونحن لسنا بمعصومين، فالذنب ممكن وارتكاب المعصية ممكنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كل معصية وكل ذنب ويجنبكم جميعا بحق محمد وآل محمد، لكن ممكنة الحدوث. يجب أن تدارك المعصية، تدارك الذنب بالتوبة، فإن التوبة تنفي الذنب، التوبة تغسل الذنب، التوبة تجعل كأنك لم ترتكب شيء، لكن التوبة الصادقة. فعلينا أن نكون حذرين مع أنفسنا، مع وجودنا، مع وجودنا بالحياة ارتكاب للمعاصي. مو الإنسان ارتكب معصية ويصير كذلك كهذا الشخص الذي ارتكب المعصية فخرج إلى الصحراء، إلى الصحراء، ترك كل شيء، ارتكب معصية كبيرة، الكبيرة جدا هي حقيقة كبيرة، لكن نتيجة ترك الأهل والعيال والأموال وخرج إلى الصحراء. أرسل خلف الإمام عليه السلام، قال له لماذا تركت عياله؟ قال له فعلت كذا وكذا، وهذا الذنب عظيم كبير. قال ألا تعتقد إن قنوطك من رحمة الله أكبر؟ لاحظ، قنوطك من رحمة الله أكبر، نعم القنوط أكبر من أكبر ذنب. فعلينا عندما يكون هنالك ذنب لا نقنط، لأنه النتيجة النهاية عندما نرتكب الذنب ونجعل من الذنب حاجزا بيننا وبين أن نكون فاعلين ومتفاعلين في المجتمع، هذا هو هدف الشيطان وهذا مراد الشيطان، وهذه الوسائل هي التي يستطيع الشيطان أن ينهي بها الإنسان وجوده. فعلينا أن نتدارك الذنب بالتوبة والانحراف بالموعظة التي ترجعنا إلى طريق السداد والرشاد، هكذا نجعل من هذه الأمور فالطريق. أيضا من الأمور الأخرى، يجب الإنسان أن يكون مرشدا لنفسه، يجب أن يكون الإنسان دائما على حذر. إخوان، دائما نحكيها نحن إن شاء الله بمجالسنا بهاي الحسينية المباركة، لا نأتي لأجل أموال وأنتم تعلمون ذلك، وإنما كل من يأتي هنا هو لأجل إرشاد ليس أكثر، لأجل إيصال فالشيء يفيدنا ويفيدكم به الله عز وجل غدا يوم الحساب. فلاحظ، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، قبل أن توزنوا، فإن العقبة كؤود، العقبة صعبة، عبور الصراط صعب، مو فد شيء سهل، أنت تحاسب على كل ذنب. لاحظ، فعلى الإنسان أن يكون دائما شديد الحذر مع نفسه، دائما يسأل. إحنا بعض الأحيان يعني تلاحظ تجي الشخص
سئل شلونك؟ والله رزقي تعبان، والله أنا مريض وعندي مريض، والله ما أدري الله شو يريد مني. والله يحكيها بالصراحة يعني هيش، ما أدري الله شو يريد مني. لاحظ إخوان، تدرون هذا مناقض أو مضاد الإيمان، بل هذا إنسان خرج من الإيمان، خرج من الإيمان، يخرج. لأن الآن الرواية تقول عندما تدخل أسواقهم فلا تجد إلا ذاما لله. شلون ذاما؟ لم أربح، رزقي قليل، رزقي شحيح، فذام لله. وهذا يقول لدي مريض. هذه الأمور التي تكون عند الإنسان ويتجرأ بها على الخالق العظيم، حتى البعض يتجاوز أكثر من هذا، حتى بكلام لا أستطيع قوله. يعني تتوقع هذا إيمان أكدين؟ هذا ذام لله. أتعلمون أن الرواية تقول من حارب لي وليا فقد بارزني، من حارب لي وليا فقد بارزني. أخذ الربا، الله عز وجل ماذا يقول على أخذ الربا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني حرب. الله عز وجل يشن حرب على هؤلاء، لأنهم بماذا؟ حاربوا الله بالربا، لم يرضوا برزق الله، فتوجهوا لمن؟ للربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا الإنسان بقدر ما ينتقد نفسه، بقدر ما عندما تكون عليه الأمور صعبة وتتكالب يرجع إلى نفسه، يسأل نفسه، يناقش نفسه، هل أنا صحيح؟ هل هذا عملي صحيح؟ فأستزيد من أم قليل أم ماذا؟ أم هو المفروض ما عمله حتى أتركه؟ دخل ابن الكواء، ابن الكواء منافق من منافقي الكوفة، دخل ابن، تعرفونتم آل منافق، يمشي ويا الإمام ويمشي ويا يزيد ويمشي ويا معاوية، بعد هو هاي هو النفاق هذا. ولذلك كان جزاء يوم القيامة جهنم وخالدا فيها، حتى صار مقام ومكان المنافقين في جهنم دون المشركين، لأن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار. لا، دخل ابن الكواع على الإمام عليه السلام، قال يا أمير المؤمنين، وأنا بطريق إليك صادفني أسود، وهذا الأسود رأيت يده مقطوعة. هنا يعني هنا تتجلى صورة الإيمان، الإيمان الحقيقي. يقول يده مقطوعة ولازمها بيده الثانية، وسألته يا بتميل قطع يدك؟ قال لي قطع يدي إمام المتقين وأمير المؤمنين وسيد الساجدين وأبو الحسن والحسين، الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين، أبو الحسن والحسين زوج البتول وأخ الرسول أبدا. يعطي من هذه المداحل الأمير من عليه السلام. فهنا لاحظ ابن الكواع منافق، وهذا الأسود مؤمن، تحجب. يقول له يا أمير المؤمنين والله تحجبت، فقلت له هو قطع يدك وأنت تمدح هذا المديح؟ هذا غير معروف، غير موجود، شلون تمدحه وسوء قطع يدك؟ قال له إنما قطعها بحكم الله، وقطعها حتى يسهل عليه الحساب يوم القيامة، ولم يقطعها ظالم ولا باغي، وإنما حكم الله. وقد سرقت، وشن سرق؟ كان محتاج كذا، كان السرقة قرص رغيف خبز أو كذا، شيء بسيط. لاحظ هنا أمير المؤمنين عليه السلام يلتفت إلى الإمام الحسن عليه السلام، يقول له ألم أقول لك يا حسن إنني لو سقيت المنافق العسل المصفى ما ازداد فيه إلا بغضا، ولو ضربت المؤمن على خيشومه ما ازداد فيه إلا حبا؟ اذهب إلى الأسود وأتني به. الإمام الحسن عليه السلام خرج، ذهب إلى الأسود، قال يا أسود أجب أمير المؤمنين جائه. قال يا أسود سمعت كذا وكذا، هل أنت قلت؟ قال نعم قلت، بل وأكثر من ذلك، أنت المتفضل علي بأن نظفتني في الدنيا قبل أن يكون هنالك التنظيف. هذا المؤمن الحقيقي، هذا الذي لم يمدح في فترة السعة ولم يذم في فترة الضيق. هنا أخوان علينا أن بقت الضيق عندما تشتد، عندما تتكالب، ترى قضية الدنيا
ووجود الدنيا ومهاوي ومغاوي، وأيضا متطلبات الدنيا كالأسنة كالرماح كالسيوف، لأنها تضغط عليك بالحاجة. هنا يبرز إيمان المؤمن، هنا يكون المؤمن حقا أم ليس بحق. هنا المؤمن الذي يبرز إيمانه من خلال موقفه في وقت الشدة في وقت الصعوبة. لاحظ هلال ابن نافع، هلال ابن نافع أحد جنود عمر ابن سعد، يعني إنسان منحرف فاسق، حتى قل عليه كافر باعتبار قاتل الإمام معصوم. هذا الرجل ينقل حالة وقعت أمامه، يقول خرجت بعد أن الإمام الحسين عليه السلام، تعرفون أنتم باللحظات أو في الساعات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة، الإمام الحسين عليه السلام السهام لا تعد والرماح لا تعد، وأهل الكوفة خرجوا ليس من الإسلام، هم خارجون منه أصلا ولم يدخلوه، لكن خرجوا من الإنسانية، خرجوا من أن يكونوا عربا. فلكثرة الرماح لكثرة السهام انتهى الجسم، بقى بغير دم، فسقط الإمام عليه السلام على الأرض وافترش له. لديه عبد للإمام الحسين عليه السلام، جعل له وسادة من التراب، فانطرح منتظر الموت لانتهى. يقول هذا هلال بن نافع، يقول والله ذهبت قلت أقتل الحسين حتى أحصل على جائزة. يقول اقتربت من الحسين فنظرت إلى وجه الحسين عليه السلام يشع نورا، حتى تعجبت أنه شخص بهذه الحالة وبهذه الجراحات وبهذه الكلوم وبهذه المصيبة وبهذا العزاء وبهذه الإخوان التي قتلت والأصحاب التي علقت والعيال التي ستسبى و لا يكون بالشكل هذا، لكن وجدت نور وجهه فشغلني نور وجهه عن قتله. يقول لكن أنا وأنا أنظر إلى وجهه رأيت شفاهه تتحرك، فقلت في نفسي والله إن كان الحسين يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. يقول فاقتربت الآن إخوان، عندما سقط الإمام الحسين عليه السلام على الأرض صار الكل يتحاشى. ليش كل يتحاشى؟ لأنه ما أكثر منه موجود يدعون التشيع وإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلي بن أبي طالب إمام، والحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبيهم الصحابة وبيهم يعني يعرفون القضية. فالكل لا يريد أن يقوم أو أن يقوم بمهمة قتل الإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي يبوء بالإثم. هو النتيجة قتل، تمنصات المعسكر، لعن الله أباك فلقد كثر السواد على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ يقول فاقتربت لأسمع ما يقول، فماذا يقول؟ لاحظ هو هنا الإيمان، والله هنا اليقين. عندما يكون القتل وعندما يكون الحتف قد اقترب وعندما يكون اللقاء مع الله عز وجل صار قاب قوسين أو أدنى، يظهر إيمان المؤمن. يقول اقتربت فسمعت الحسين يقول إلهي تركت الخلق طرًا، تركت الخلق طرًا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا بالوقت الذي كانت سهام الظالمين ونارهم وقادتهم يهتفون احرقوا خيوم الظالمين، كأنما خيم الحسين وعائلة الحسين هم الظالمين. فخرجت العيال بعد أن تحترق خيمة وطفل وامرأة ولا يوجد رجل، صارت هذه تسقط، هذا يضرب هذه، هذا يأخذ قرطين من طفل، فصارت فتحالة. يعني حقيقة لو تصورها تجد والله هؤلاء ليس خارج الإسلام، لا خارج الإنسانية، بل تجاوزوا حتى الوحش الذي بعض الأحيان على الصغير لا يعتدي. يقول هنا زينب عليه السلام ماذا تفعل؟
تجد الوضع هكذا، يقول فتوجهت إلى التل، وقفت على التل، صوتت يا حسين يا حسين يا ابن أمي يا ابن أمي يا حسين، وصلت يا أخويا الخيل وصلت للصواوين، وقاموا يحرقون الخيام على النساوين. والله وان جيت ليكم ذعر يا نور عيناي، وانت وينك يا اخويا وين الحكي وياك؟ والله يلقضيت يلقضيت وشابها عيونك للماي، والله يلقضيت وشابها عيونك على الماي. شتقول شتقول يا ابن أمه ويا رجواي، جيت وما جبت الحرام وياي، ترك دوم يا أخويا بولية عداي. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم نسألك بنور وجهك وبجلال عظمتك وبالحسين الوسيم وبأمه وأخيه وجده وأبيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا بقائم آل محمد. اللهم ادفع كل سوء وأذى وضرر عن سماحة السيد المولى. اللهم اغفر ذنوب المذنبين واقضي حوائج المحتاجين، لا سيما من أوصانا بالدعاء، وإلى أصحاب مجلسنا هذا وإلى كل المؤمنين السامعين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر ذنوبهم ويسر أمورهم واقضي حوائجهم، وإلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتانا نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.